من صالون بلد الطيبة والمحبة. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بسمة. ضيفنا لحلقة اليوم رئيس بلدية ميثلون المهندس حمد ربايع. طبعا أنا كرئيس بلدية ميثلون استلمت رئاسة البلدية من فترة قصيرة لا تتجاوز شهر ونص. إن شاء الله تعالى ربنا بوفقني أنا ومع أهالي بلدتي إني أقدر بالفترة القادمة نوفر خدمة للمواطنين في هاي البلدة، نحسن هاي الخدمة. طبعا الحمد لله الظروف اللي نمر بها كبلد وكشعب وكسلطة صعبة، لكن بجهود الخيرين في هاي البلدة بنقدر إن شاء الله ننمي البلدة ونطورها ونحسن من الخدمات، وإن شاء الله تعالى ربنا بوفقني أنا وأهالي بلدتي إن نقدر نحقق البرنامج اللي كنا إحنا واعدينهم به بهمة أهالي البلد نفسهم إن شاء الله تعالى، وربنا بيقدرنا على هذا الشيء. لكن الحمد لله الظروف اللي مر بها شعبنا هي ظروف صعبة، ونعرف شو واقف عنا عن السلطة من المقاصة، مش قادرين إحنا نجي نوفر الأموال اللي إلنا زائد المنح المشاريع الموعودين بها، إن شاء الله إنها نقدر نحصل عليها، وربنا بوفقنا على خدمة هاي البلد وخدمة المواطنين بهاي البلد ونحسنها ونطورها وننمي إن شاء الله تعالى. نشكر رئيس بلدية ميثلون الأستاذ حمد ربايع، كان ضيف حلقتنا لهذا اليوم. تعالوا احنا وياكم ننتقل لباقي ضيوف الحلقة. كيف حالك؟ حي الله مثل مرحبا. كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. حي الله مثل مرحبا. تعرف عليك؟ زاهر محمد احمد نايرات. زاهر محمد احمد نايرات. قديش عمرك يا حاج زاهر؟ 62 سنة. شباب. شو شباب فيها لما خاك طلع اسنان وانتهى؟ لا شباب 62 سنة هسه في من جيلك ما تجوزوش. يا سيدي الله يوفقكم. الله يحفظك. هسه احنا برنامج تلفزيوني اسمه بسمة. تفضل. بدنا نسألك أكم سؤال ونعطيك جوائز. تشترك ولا ما تشتركش؟ والله إذا بنقدر نجاوب ليش لا؟ إذا بتجاوب بنجرب. رمضان. رمضان كريم. رمضان كريم. كلمة رمضان أكم مرة انذكرت في القرآن الكريم؟ أكم مرة؟ يلا أبو إيش قلت لي؟ أبو محمد. أبو محمد شد حالك أبو محمد يلا. لا في خيارات ولا في مساعدات يلا. رغم صحيح كده مرة ثلاث مرات خمس مرات كيف راك نبلش نعد من الأول ونطلع وأنا بقول لك وقف بلش عد مش عد عد من واحد للعشرة وأنا بقول لك وقف عند الرقم المزبوط ثلاث خمس يا عمي بلش من واحد للعشرة واحد بس خلص خلص بس واحد أكم مرة ذكرت كلمة رمضان في القرآن مرة خلص هيك عرفت هاي أول جائزة لك ها هاي أول جائزة مالية من برنامج بسمة منيح نسأل السؤال الثاني تفضل السؤال أبونا إبراهيم عليه السلام عليه السلام كديش عاش أكم سنة 990 950 لا طولش ما طولش كثير انزل لا انزل. إبراهيم هذاك احنا بنسأل عن أبونا إبراهيم آدم اللي سمي احنا بنسأل عن أبونا إبراهيم أكم سنة عاش أعطيك خيارات 95 ثانية زيد لك أخرى 30 120 120 هيك عرفت لحالك هاي في لك جائزة ثانية عبارة عن مواد غذائية مقدمة من برنامج بسمة بدنا منك كلمة لأهلنا بقطاع غزة أكثر من هاي ما بقدر أقول لهم الله ينصرهم هذا ما بقدر أقول يعني كيف شايف رمضان هاي السنة؟ والله مش كلها يعني اللي بيشوف الأوضاع في غزة وبيجي على باله رمضان وبيجي على باله إشي ينصر هو رمضان عبادة الحمد لله رب العالمين بس لما بيشوف الأوضاع بالأخبار هاي بيشوف الأوضاع غزة بيظل الوضع غير يعني أنت بتحكي إنه رمضان هو شهر عبادة شهر عبادة بس إنه الفرحة في قلوبنا ناقصة طبعا ناقصة بواسطة الأحداث اللي كانت بتصير Thank you.
قريب. رمضان قريب. حد في رمضان وصايم وبكت فيها الشمس؟ لا. شوف مزبوط؟ مزبوط. كل عام وانت بخير. انت بخير حياتي. شو اسمك؟ رائد محمود حسين الربيعي. اخوي رائد قديش عمرك؟ عمري والله شوف انا عمي بيشبت للصراحة. انا عمي. بالضبط مش حافظه. مش حافظ عمرك؟ لا. تاريخ مش حافظ. يعني بدك تحط 50 55. لا كثير 50. يعني بين 40. انت 42 سنة. لا. بس. متجوز؟ متجوز. قديش عندك البراتي اولاد؟ خلفنا ايش؟ الله يا ربي يعطيك الصحة والعافية. حياك الله. طيب احنا برنامج تلفزيوني اسمه بسمة. وشفناك قاعد هالقاعدة حبينا نقعد جنبك. حياك ونسألك أسئلة ونعطيك جوائز. حياك موافق؟ الله. موافق. اللي بتقدر عليه. اللي بتقدر عليه. هسا أنت بتقول لي أمي. يعني أنت ما قريتش لا بتقرأ ولا بتكتب؟ لا ما قريناش. طيب أنت من أي بلد؟ شو اسم هاي البلد؟ هاي من ميتلون. من ميتلون. من ميتلون. بدي تسمع لي أربع كرة كراب عم يسألون. شو ما أسأل هالسؤال؟ عندك سيريس. سيريس. الجديدة. الجديدة. سانور. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صير. صير. هاي أربع كرة. إذا أنت أخذت الجائزة الأولى. هاي الجائزة الأولى. طيب. متبع للأحداث أنت والأخبار وبتشوف أخبار ومتبع؟ مش كل الأيام. مش كل الأيام. لا مش كل. يعني بتعرف شو قاعد هسا بصير في أهلنا في غزة؟ أكيد. شو بصير فيهم قاعد هال؟ شو بصير؟ هدم. شايف هدم. تشريد قتل. طيب قديش إحنا اللي في الضفة متأثرين على الحكي هذا؟ كله متأثر. قديش موجعنا هذا الإشي اللي بصير فيهم؟ وجع كثير. احكي لنا شوي صغيرة. أنت شو بتحس؟ شو بصير؟ يعني كله نقصان. شايف عليك؟ كله نقصان. وكله يا سيدي العزيز زي ما تقول يعني كله جراح يعني مؤلمش. شو بدك تقول؟ جراح مؤلمش كثير. يعني جراح مؤلمش كثير. يعني لما بتشوف انت على التلفزيون طفل صغير مشكلة هيك قتل. والله والله انه شيء يكشعر الابدان. شيء يكشعر الابدان اقول لك باطل شكوى عليه. بدك تشوف يوم بشوفه بدمع. يعني احنا لانه اضعف من انه نشاهد هيك مشاهد مؤلمه. والله يا عمي انه مشاهد يعني ايش بجرح. طيب هسه بدنا بعد الحكي المنيح. طيب. المعبر والمؤلم عن اهلنا بغزه بدي ارد اسالك اخرى سؤال. ايش اي مشكله؟ عشان نرد نعطيك الجائزه الثانيه اللي هي عباره عن مواد غذائيه. شو بتسال؟ احنا حاضرين. بتجاوب؟ من جابه أكيد. طيب بدي تسمي لي خمس مدن في فلسطين. وين ما بدك. عندك جنين. جنين. عندك الخليل. الخليل. عندك نابلس. نابلس. شايف. آه. عندك كباطي. كباطي برضو مدينة. مدينة. مدينة صحيح. عندك جبع. وجبع مدينة. شايف. عندك سامور. سانور مش مدينة. سانور قرية. مزبوط. سانور قرية. سانور قرية فيها. طيب. مجلس قروي ما فيش فيها بلدية. طيب. يعني اعتبر انه انت جاوبت ولا ما جاوبتش. شو بدك اعتبر جوابك صح ولا لا؟ اللي بدكم اياه بمشي. لا انت شو بدك؟ انت شو بدك؟ اعتبره صح. اعتبرناه صح وإلك هاي الجائزة الثانية ان شاء الله تعالى استنى. كل عام وانت بخير. وانت بخير. ورمضان كريم. الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا حج. اهلا وسهلا عمي. كيف حالك؟ اهلين. شو اخبارك؟ شرفتك. كيف الصحة؟ الحمد لله. نتعرف عليك؟ لله الحمد. حسين احمد حسين كوري. اهلا وسهلا حج حسين. نعم. ابو ايش حضرتك؟ ابو منير. ابو منير. حج ابو منير كل عام وانت بخير. وانت بخير والصحة. رمضان كريم. وانت ان شاء الله ربنا بيهونها على كل شعبنا الفلسطيني. على امين يا رب العالمين. احنا برنامج تلفزيوني حابين تشترك معنا. اهلا وسهلا فيك. املاح معلوماتك؟ يعني هات لنشوف. هات لنشوف. قبل ما نشوف الأسئلة بدنا نشوف رأي أبو منير بشهر رمضان هاي السنة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللي بيرضى بالله بيعيش يعني. اللي بيرضى بيعيش. أيوة. في إشي غريب في رمضان هاي السنة؟ شايف الناس مكتئبة. الناس مفيش زي. يعني مش كل هالكد يعني. طيب الناس. ليش الناس هي زعلانين؟ ما بعرف والله.
يعني فيش احداث عندنا بتخلي الواحد انه متضايق لهالدرجه انه ما يحس بفرحة. يعني شو بنسوي؟ حكمة ربنا هاي، يعني ما بيطلع بيدينا شيء. طيب ماشي، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير والصحة والسلامة. رمضان كريم. احنا بدنا نسألك السؤال الأول، عليه جائزة مالية. نعم. السؤال الأول، من هو النبي اللي دخل السجن ظلما؟ نبي انسجن مظلوم. ما بعرف والله. لا بدك تعرف. بدنا نعطيك الجائزة، بدك تعرف، بدنا نعطيك خيارات، بدنا نساعدك. أعطيك خيارات؟ أعطيني. النبي يوسف. نبي يوسف. أو خلص نوقف ولا نكمل؟ أو سيدنا محمد. لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. ما دخل السجن. إسماعيل. إسماعيل، يعني عندنا خيارات، النبي يوسف أو إسماعيل، أنت شو بتختار؟ نعم. أنت شو بتختار؟ يوسف. يوسف، إذا النبي يوسف هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي دخل السجن ظلما. نعم. منيح؟ نعم. وقصته مذكورة في القرآن الكريم. نعم. الجائزة الأولى أبو منير من برنامج بسمة. شكرا. نسأل السؤال الثاني. نعم. بس السؤال الثاني سهل ولازم تعرفه، لأنه طيب. كل الناس بتعرفه. تفضل. المفروض أنك تعرفه. نعم. إلا إذا أنت يعني عندك معلومات بس الذاكرة تعبانة شوية. نعم نعم. بجوز. السؤال الثاني يا أبو منير، عليه جائزة مواد عينية موجودة معنا في السيارة. كم عدد صور القرآن الكريم؟ 115 او 114؟ 114. شايف انك ممتاز، معلوماتك انت ذكرتها الحمد لله رب العالمين. ابو منير، قبل ما نتركك ونروح ونكمل مشوارنا، نعم، شو بتحب توجه كلمة لأهلنا بغزة؟ الله ينصرهم ان شاء الله ويقدرهم يا رب ويعطيهم الصحة والعافية ويهدي بالهم يا رب. يا رب. بجاه محمد، اتمنى ان تكون بسمتنا اليوم غد اجمل، وأن يستجيب الله دعاءنا وأن يرفع الغمة عن غزتنا. من فريق برنامج بسمة ومني أنا ناجح عامر، نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بالغد. Oh,